السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشوف ازاي نحط القواعد للأعمال دول. هروح للاستراكشر وأقول له أنا عايز أعمل ايزوليتد فاونديشن، وأبدأ أختار الأعمدة، أقول له أدخلهم، وأروح مختار الأعمدة دي كلها وأقول له إيه فينيش. هو يحطها في أوطى حتة في العمود. طيب لو أنا عايز أغير الخصائص بتاعتها، أعمل على سيلكت وهدخل هنا في الايديت تايب واعمل دوبليكيت، ومثلا خلينا نعملها 500 500، ونشيل الاتنين ديت، واجي هنا بعد ما غيرنا الاسم نغير الخصائص 500. اوكي تمام. وهنا تلاقي المواصفات الليفل الهاي اوفست موف ويز جريد، الماتيريال لو انت عايز تخش تغير الماتيريال،